لك طولي بالك يا قلبي، مديها مديها طولي بالك، نص الألف 500 مو مستاهلة. أنا فقدت مصداقيتي، العالم بطلت توثق فيني، هذا عدد الضحايا اللي راحوا بالعاصفة. لك يا مديها نصيبه، يوم ليك يوم عليك. أستاذ سامر، أنا ما عم صدق كيف عم تتعامل مع الموضوع بهذا البرود. ايه طولي بالك، مو مستاهلة القصة، والله شغلة صغيرة. بتعرفي بيعرضي انك ظريفة وانتي معصبة. أنا بدي أطلع الهوا. اطلعي مين ماسكة؟ عم نمزح، شو بكي دغري هيك بتزوري؟ خلاص بس شو بدك تعملي على الهوا؟ أنا بدي صلح اللي صار بسببي وبسبب هاي المحطة والأرصاد الجوية. ايه نبربرن؟ هلا منشوف إذا استوديو فاضي أو حدا عم يصور جاهز يعني. ماشي، إذا سمحت. خلاص كرم عيوني. أمونا بعت لها جواب، أمونا ولا سألت فيا. بقول لك يا سمسمة، هو ما فيش اخبار جديده ولا ايه؟ هنادي جاي على الطريق وراح مصلح صلحنا الكهرباء. وانا مالي ومالها نادي؟ انا بسالك عن رانيا المعطره اللي علقانه في ظهر البيدر. لساتها علقانه. يا دي الحظ المنيل، هم يا اختي برج القوس حظهم وحش قوي. بس رانيا برج السرطان مو القوس. انا يا اختي اللي حظي منيل عشان انا برج القوس. بدي شو دخلك؟ انتي عارفة يا سمسمة؟ انتي عارفة لو عربية مهند ما كانتش باظت كان زماننا يا اختي عملنا فلوس قد كده هو من ورا العاصفة ديت. انتي مجنونة، كيف تبعدي هيك مشوار وفي كل هالمخاطر؟ يا اختي ده انا في حرب تموز تحت القصف ما خفتش عليه، هخاف عليه دلوقتي. مصائب قوم عند قوم فوائد عن جد. كده برضو يا ميديا، مش كنتش يا اختي تتنبأي بالعاصفة ديت؟ كان زماننا يعني استلفنا عربية ولا حاجة. قبل كل شيء بحب اعتذر من كل المشاهدين باسمي وباسم المحطة وباسم الأرصاد الجوية، وخصوصا من اللي علقوا بالضباب بظهر البيدر وبالعاصفة الرملية على طريق مرسي. حسب التنبؤات كانت العاصفة طالعة طلوع، أم فجأة غيرت مسارها وصارت نازلة نزول، وهلأ ما حدا بيعرف لوين ممكن تروح. أما عن الأحوال الجوية المتوقعة فهي بين البينين، ممكن تصحى وممكن تضل مغيمة، وعلى قولة وائل كفوري معقول تشتي بيقاب وتتلج على الدنيا كلها. أما عن الرياح فسرعات الرياح ممكن توصل لل 120 وممكن توصل لل 230 كيلو وات، قصدي كيلو متر. هذا كان كل شيء عنا لليوم، بالنسبة لإلي ممكن تشوفوني وممكن ما عاد تشوفوني. باي.